بيقول اهو انت اكتر من اكتر اجزاء مكلفه. حصل المكلفه. اللبس بقى لما بيبقى نص نص، لما بيبقى الماتيريال اي كلام، ما حدش بيصدق. في حاجه بتكسر في احساس المشاهد بيها. ده حقيقي. هو اللبس بالميك اب بالشعر، انك توصل الكاركتر على بعضه. فانا طبعا اول حاجه احب اشكر بس التيم بتاعي، ان انا معايا مكير عظيم اسمه عمرو عبد الله، معايا كوافير اسمه هيثم دهب، فده تكمله التيم بتاعي ان قدرنا نوصل بيه كل الشخصيات، ان الناس تبقى مصدقاها. فدي اول حاجه يعني، لان لولا ان هم معايا كان ممكن يبقى اللبس ازاي بقى ما يكملش. اللبس تمام، بس الميك اب في حته تانية او الشعر في حته تانية. الازياء عموما بتاعه المسرحيه لا هي صعبه، ويمكن اصعب حاجه عملتها، مش عشان خاطر تاريخها، يعني انا عملت تاريخي قبل كده، بس فكره ان انت تبقي حقيقيه ومتصدقه والناس كلها بترقص والناس كلها على المسرح، فان انت ازاي توصلي لكل حقبه متصدقه انها في الحقبه بتاعتها، بشكل القماش، بشكل التفصيل، بكل حاجه، والناس تقدر تتحرك وترقص على المسرح. ازاي الباروكه تبقى محطوطه وهم بيتشقلبوا وما تقعش منهم. ازاي الميك اب يبقى معمول كويس وما يحصلش مشاكل يعني عليهم يعني. فلا دي كانت اكتر حاجه صعبه في حياتي تقريبا عديت بيها بصراحه. ودي بعض السكتشات اللي عملتها. هو بس عايز اضيف لريم كمان ان هي مش بس كانت بتعمل التصميم، هي كمان كانت بتعمل حلول للملابس في الميوزيكال، لان في تغييرات ملابس في وقت قليل جدا، في حاجات 10 ثواني، حاجات 30 ثانيه، ازاي اللبس ده يتقلع ويتلبس مكانه لبس تاني. بالظبط. يبقى ده لازم ما يتفسرش عادي، لازم له سر هي بس اللي تبقى عارفاه وتقول لنا عليه عشان نعرف ننفذه مع الساعدين. احنا عندنا ناس بتغير 16 مره، يعني في ناس بتغير 16 مره، 16 مره هم نفس الناس، وبتصممي ملابس كله بما فيه كل حاجه، كل الناس اللي على المسرح. كل الناس يعني في مجاميع كتير، كله هم ممثلين، مش مجاميع، هم ممثلين خريجين فنون مسرحيه معظمهم. فعلا دي دراما حركيه، يعني هم ناس بتمثل وبيرقصوا، حتى اللي بيعملوا المشاهد الجماعيه دول ممثلين. احنا عندنا زي ما قلنا كان في راقصين وممثلين ومغنيين. الثلاثه دلوقتي انا بالنسبه لي الثلاثه الفريق واحد، وفريق الفنانين بتاع العرض. وعلى فكره يعني وانا بشكرهم جدا جدا، هم عملوا معايا مجهود كبير جدا جدا جدا. الناس كلها بتغير، كل واحد مسؤول عن لبسه، في كويك تشينجز رهيبه، في ناس بتطلع من مستوى لمستوى في 10 ثواني، في ال 10 ثواني دي يلبس وهو نازل من على السلم. فلا مجهود كبير جدا، وريم تعبت معايا قوي الصراحه.